واحد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو اليوم. إن شاء الله غنشارك معكم الخرجة ديالتي، ومهم على العموم غتكون خرجة خفيفة، وغنشارك معكم فقط فيها الأشياء اللي هي فيها بروموسيون. مشينا بالضبط بعدا كاين معرس، كيفاش نبدا لكم. مشينا للمول ديال بنوتاشفين اللي كاين في مدينة الدار البيضاء، وحبيت نشارك معكم بعض الملابس وبعض الأحذية اللي فيهم بروموسيون، سيرتو هاد الحذاء اللي خاص بالأطفال، الثمن ديالو ما كيتعداش 99 درهم. كاين في المحل، غايبة لكم الاسمية ديال المحل، اطلعوا على ما أظن. وكذلك الملابس اللي كاينه كما كيبان لكم هنا في ديفاكتو، مجموعة من الأشياء. تابعوا الله فيديو حتى الاخر، ونتمنى يا ربي ينال الإعجاب ديالكم. فرجة ممتعة.
واحد هنا على فيديو ديال اليوم. نتمنى يا ربي ينال الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. وكيف ما كتلاحظوا طريق العوده للمنزل. بالنسبه لهاد الفيديو حاولت ما امكن نشارك معكم الاشياء اللي هي فيها بروموسيون فقط باش اللي عجبته شي حاجه وبغى يمشي يشريها. اذا ما تبخلوش عليا بالضغط على زر لايك بيان سور كو عجبكم الفيديو. ولا مازال ما مشتركينش في القناه فضلا وليس امرا ضغطوا على الزر الاحمر اسفل لا فيديو بارطاج مع الاهل والاصدقاء. بيزو لكل اللي كيشجعني وكل اللي كيعطيني شي تعليق كيف ما كان. اذا لحد هنا نقول لكم باي باي.